بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه اهتدى بهداه وما صدق بعد كل اقتباس في مشكاه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس تصنيف الحافظ الإمام الرحمن ابن أحمد بن رجب الحمد لله رحمه الله والتحقيق وتعليق الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله. قال الإمام ابن رجب: ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي في كتابه، والحكاية الطويلة وملخصها أن رجلا كان ببغداد في زمن الرشيد وكان صيرفيا، فابتاع جارية بخمسمائة دينار وشغفي بها حتى تعطل عن معاشه بسبب ملازمتها، وأنفق رأس ماله حتى لم يبق معه منه شيء، وحملت جاريته فصار ينقض داره ويبيع أنقاضها حتى فرغت ولم يبق له حيلة، فضربها الطلق وهو على تلك الحال، فطلبت منه ما يصلح للنفساء وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل عليها بذلك، فبكى وخرج على وجهه وهم أن يغرق نفسه في دجلة، ثم خاف عقاب الله فامتنع وخرج ماشيا على قدميه من قرية إلى قرية حتى بلغ خراسان، فأقام بها واكتسب مالا وكتب إلى بلده 66 كتابا ليتعرف خبر الجارية، فلم يعد إليه الجواب فلم يشك أنها ماتت، ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة ومعه مال قيمته 20,000 دينار، فخرج على قافلته اللصوص فأخذوا ما معه كله، وعاد بثيابه فقيرا ولم يزل يتوصل حتى دخل بغداد فقيرا كما خرج منها بعد أن غاب عنها قريبا من 30 سنة، فقصد داره فوجدها عامرة وبابها حسن وعليه بواب وغلمان وبغار، فسأل عن الدار لمن هي؟ قيل هي لابن فلان الصيرفي، وسمى الرجل باسمه، قالوا وهو ابن داية أمير المؤمنين وهو جهبله وصاحب بيت ماله، وأخبره الذي سأله أن أباه أخبره أن أبا هذا الرجل صاحب الدار كان صيرفيا جليلا فافتقر، وإن أم هذا الصبي ضربها الطلق فخرج أبوه يطلب لها شيئا ففقد وهلك، وأن أمه أرسلت إلى بعض الجيران تستغيث بهم فقاموا لها بحوائج الولادة، ثم إنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر، وذلك الولد هو المأمون، وأنه عرض عليه جميع الدايات فلم يقبل أثداءهن، فأرشد إلى أم هذا الصبي فحملت إلى دار الرشيد، فحين وضع فم المولود على ثديها قبله وأرضعته، وصارت عندهم في حال جميلة، ثم ولي مأمون الخلافة، كانت المرأة وابنها معه وبنى ابنها هذه الدار، وسأله عن أمه أحية هي؟ قالوا نعم، وهي تمضي إلى دار الخليفة أياما وتكون عند ابنها أياما، فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار مع الناس فرآها في غاية الحسن، ورأى في صدرها شابا يشبهه، وبين يديه الكتاب والأموال أو الكتاب والأموال والموازين يقبضون ويقبضون، فجلس الرجل في غمار الناس حتى تفرقوا ولم يبق غيره، فقال له الشاب: يا شيخ هل لك حاجة؟ قال: نعم أنا أبوك. قال فتغير وجهه ووثب مسرعا، ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على كرسي، وهناك ستار، فقال له الشيخ: لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة، وذكر اسم جاريته أم الصبي، فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة وخرجت إلى مولاها وجعلت تقبله وتبكي، وأخبرها خبره من حين خروجه من عندها إلى أن رجع، فقام ولده حينئذ واعتذر إليه من تقصيره وأصلح حاله، ثم أدخله على المأمون فحدثه بحديثه فخلع عليه وصيره جهبدا له على ما كان عليه ابنه، وأجرى له الرزق وقلد ابنه عملا أجل من عمله، وروى
عن سواد القاضي أنه خرج يوما من دار المهدي فدخل داره فدعا بغدائه فجاشت نفسه فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه فدخل للقائلة فلم يأخذه النوم فنهض وركب بغلته فلقيه وكيل له معه 1000 درهم فقال له فأمسكها معك واتبعني وخلى بغلته فذهبت به فحضرت الصلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلى في مسجد هناك فلما قضى صلاته إذا هو بأعمى يتلمس فقال له ما تريد؟ قال له أريدك. قال ما حاجتك؟ قال شممت منك ريح الطين فظننت أنك من أهل النعيم فأردت أن ألقي إليك شيئا. قال أترى هذا القصر لقصر هناك؟ قال نعم. قال فإنه كان لأبي فباعه ثم خرج إلى خراسان فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها فقدمت فأتيت صاحب الدار لأسأله شيئا يصلني به وأصير إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي. قال سوار. قلت فمن أبوك؟ قال فلان ابن فلان فإذا هو أصدق الناس لي. فقلت له فإن الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب والنوم وجاء به بين يديك ثم دعا سوار وكيله فأخذ منه دراهم فدفعها إلي وقال له إذا كان غد فصر إلي. قال سوار ثم دخلت على المهدي فحدثته بهذا الحديث وأعجبه وأمر للأعمى 1000 دينار وأمر لسوار 100,000 دينار. قال سوار فجاءني الأعمى فدفعت إليه 1,000 دينار وقلت له قد رزقك الله بكرمه بك خيرا كثيرا وأعطيته من مالي 1,000 دينار أيضا. وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة بإسناده عن وضاح بن خثمة قال أمرني عمر بن العزيز بإخراج من في السجن فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم فنذر هدر دمي فإني لبأفريقية إذ قيل لي قدم يزيد بن أبي مسلم يعني أميرا على أفريقية فهربت منه وأرسل في طلبي فأخذت فأتي به إليه فقال لي والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. فقلت أنا والله لطالما استعدت بالله من شرك. فقال والله ما أعاذك والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته علي بالسيف والنضر. قال فجيء بالنضر فأقعدت فيه وكتفت وقام قائما على رأسي بسيف مشهور وأقيمت الصلاة فخرج إلى الصلاة فلما سجد أخذته سيوف الجند فقتل. فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال لي انطلق. وبإسناده عن عمر السرايا وكان يغزو في بلاد الروم وحده فبينما هو نائم ذات يوم إذ ورد عليه علج منهم فحركه برجله فانتبه فقال يا عربي اختر إن شئت مطاعنة وإن شئت مسايفة وإن شئت مصارعة. فقلت أما المطاعنة والمسايفة فلا بقي لهما ولكن المصارعة. فنزل فصارعني وجلس على صدري وقال أي قتلة أقتلك؟ فرفعت رأسي وقلت أشهد أن كل ما عبود ما دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم. قال ترى ما أنا فيه؟ ففرج عني. قال فأغمي عليه فأفقت فإذا الرومي قتيل إلى جنبي. وروى أبو الحسن ابن جهضم بإسناده عن حاتم الأصم قال لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركيا فقلبني عن فرسي ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خفه سكينا ليذبحني. فما كان قلبي عنده ولا عند سكينة وإنما كان عند سيدي. فقلت سيدي إذا قضيت علي أن يذبحني
فعلى الرأس والعلم، وإنما لك وملكك. فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض المسلمين بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عني، فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده فذبحته بها، فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد، إنما السيد الله عند السيد، حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات. وهذا باب يطول ذكره جدا، فليقتصر على ما ذكرناه فيه الكفاية. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآخر الدرس. الحمد لله رب العالمين.